صلي على حمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زياد ناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات السادة المشاهدين. معرفش بقى انا، انت سمعتنا ولا عرفت ولا ايه الكارثة اللي بحصل على قناة الزمالك؟ الكابتن خالد الغندور بيعرض تيشيرت الزمالك ساسي للبيع وبيشحت على الهوا، بيقول لك التيشيرت بتوقيع ساسي ب 2000 جنيه ومن غير توقيعه 100 جنيه او 200 جنيه وهنطرح التيشيرت للبيع عشان نجدد مع ساسي. انا مش مش عارف. طب ممكن حضرتك تديني فرصه بس اوضح حاجه واتكلم في الموضوع ده؟ اتفضل يا بير. اول حاجه، هو الموضوع ده متبع في العالم كله، اللي هي بدعه ولا اول مره تتعمل. ماشي. كل الانديه العالميه، تشيلسي اللي بيصرف عليه ملياردير من اغنى اغنياء العالم، لما بيعمل صفقه جديده او عنده لعيب نجم بيطرح التيشيرت بتاعه للبيع وبيبيعه في المحلات المعتمده للنادي عشان يجيب منها فلوس. هي مش اول مره تتعمل ولا ما بتتعملش، بتتعمل في العالم كله. ماشي. هو توقيتها هو بس اللي ايه، اللي هو قبل تجديد اللاعب، ادي المساله. لكن هي مساله بيع التيشيرت بتاع نجم كبير في الفرقه دي بتتعمل. يا استاذ علاء، انا اتعودت منك الحق، انت كده بتضلل الناس. لا انا ما بضللش. لا 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 اسمعني، لا اسمعني، لو سمحت اسمعني، اسمعني لو سمحت. انا سبتك تقول الفكره وحسيبك تكمل الحاجه دي. حضرتك لما اليوفي اشترى كريستيانو، بعد ما كريستيانو وقع، كريستيانو توجه للتصوير في الملعب، وبعد ما كريستيانو وقع وتصور صور التوقيع وراح الملعب التقى الجماهير، اللي حصل ايه؟ تم عرض تيشيرت كريستيانو للبيع على كان يلم ثمن الصفقه. لكن عمرك شفت ان نادي بيقول اشتروا تيشيرت عشان نتعاقد مع اللاعب؟ طب ممكن حضرتك تديني فرصه اتكلم؟ فعلا حرام عليك، ده نادي الزمالك. انا بقول وجهه نظري، انا بقول وجهه نظري. هو انت انا لازم اتفق مع حضرتك؟ لا، ما هو وجهه نظرك غلط. خلاص قول اللي انت عايزه. خلاص، ده من وجهه نظرك انت غلط، لكن هذا شيء متبع وبيتعمل في العالم كله. بيتعمل بعد ما تشتري اللاعب. يا بعد ما تشتري اللاعب. اغنى انديه العالم. لا، بعد ما تشتري اللاعب. بعد ما اشتراه، مش قبل ما يشتريه. لا وعادي، لا وعادي. لا لا، مفيش الكلام ده. لا، طب اديني فرصه. ما حصلش في العالم خالص الكلام ده. لا، مش عايز وجهه نظري. وتمنعنا اتكلم. لا، اتكلم زي ما انت عايز، بس انت بتتكلم غلط. انت قلت وجهه نظرك، اديني فرصه اتكلم. اتفضل. اللي بيتعمل ده ما هي مش بدعه. ده شيء معقول؟ لا بدعة، لا بدعة يا حبيبي، لا بدعة. أتحداك، أتحداك نادي في العالم بعت تيشيرت لاعب عشان يجدد معاه. لا لا، في أتحداك، أتحداك. ده يا بيه اسمعني بقى، أنت ما تاخدش الكلام لحسابك، اديني فرصة أتكلم. اتفضل. أنا بقول لك التوقيت هو اللي غلط. ماشي، اتفضل. أنت بتقول الفكرة غلط، الفكرة مش غلط. التوقيت انه قبل تجديد اللاعب، لكن ده شيء معتمد واتعمل في كل حته. بعد نجم مصر محمد صلاح بيتباع تيشيرته، وقبل ما يبقى قبل وهو بيلعب بيتباع هو وماني عشان يزودوا موارد النادي. لا الكلام ده مش بدعه. لا لا حضرتك، طب لحظه. طب ماشي، لحظه. انت بتتكلم حق يراد به باطل. الاهلي بيبيع تيشيرتات لعيبته كلها المتعاقد معاها وبيزود دخله. انا ماليش دعوه بالاهلي، انا بتكلم. لا يا بيه، لحظه. انا بتكلم على الانديه العالميه. يا بيه لحظه بس. ايوه، ماليش دعوه، ما تدخلش الاهلي في الموضوع. يا عم لا، يا بيه لحظه. برشلونه الاهلي عالمي، برشلونه عالمي، ريال مدريد عالمي، الزمالك عالمي، والزمالك مصنف عالميا. برشلونه النهارده يقدر يبيع، يروح يقول ايه؟ انا عايز اجدد لميسي، فما معيش فلوس اشتري تيشيرته، ولا بيبيع ميسي وهو ملكه؟ رحت فين؟ رحت فين يا علاء؟ انت دوست على رقم غلط ولا ايه؟ ولا خلعت؟ هو في ايه يا عم علاء؟ هو انتوا كلكم بعتوا القضيه ولا ايه؟ الله، ايه يا عم؟ انت دوست على رقم غلط ولا ايه؟ على زر غلط؟ انا لقيتك انت اللي فصلت لوحدك. الناس تشهد اهي، انت فجأة جاتلنا صفارة من عندك، دوست على زر غلط. لا ما حصلش، ما دوستش. اه الناس، هيا الناس شاهده. حقك عليا، انا اسف، ايدي وهتصرف معاك. بص يا علاء، بهدوء،
اللي بيحصل ازاي؟ بيع التيشيرتات ده ماركتنج عالمي. النهارده بيتباع انت التيشيرتات للعيبه اللي ملكك، لكن عمرك شفت نادي في العالم قال عايز ابيع تيشيرت عشان اجدد؟ انت دلوقتي الفرق ما بين كلامي وكلامك اختيار التعبير. انت قلت ما ينفعش قبل، انت بتقولها بشكل محترم، لكن الشكل الصحيح بتاعها ان مفيش نادي عرض تيشيرت للبيع عشان يجدد للاعب عشان بتلاقي فلوس. دي اهانه للنادي. طيب حضرتك خلصت كلامك؟ اتفضل قول اللي انت عايزه. بص يا استاذ عبد الناصر، خلينا متفقين على شيء. كل الانديه العالميه اللي هي عندها مليارات وعندها لعيبه بملايين الدولارات وملايين اليورات، اليورو بتعمل كده بعيدا سيبك مواقع الزمالك، انا هتكلم عموما بعد كده هتكلم على الزمالك. تمام. ريال مدريد قبل ما يتعاقد مع هازارد، بعد ما تعاقد معاه بيبيع التيشيرتات عشان الله ينور عليك. الله ينور عليك، اديني فرصه اكمل الكلام. ما هو لحظه بس، لحظه انت تتكلم يا بيع، لحظه انت ابتدي اعبر اخلص الكلام. وانا قلت حاجه يا عم، انت اتكلمت حاجه صح، انا عايز اقف قدامها. انت اتكلمت صح، قلت بعد ترى هازارد. طب اديني فرصه اخلص بقيه كلامي. اتفضل. يا بص ايدك، اديني فرصه اخلص بقيه كلامي. اتفضل. الانديه بتعمل كده علشان تزود الموارد، علشان تزود مواردها، وبتعمل ستوريز ليها علشان تزود الموارد. مساله بيع التيشيرت ليست بدعه وليست اختراع، ده معمول في العالم كله. التوقيت هو اللي ما فيهوش الصواب، التوقيت، لكن التصرف والفعل نفسه بيتعمل في العالم كله. طب ماشي، عارف عشان نبقى متفقين. طب ماشي ماشي، مساله بسمعني بقى، مساله بس بعد اذن حضرتك. اتفضل يا عم. محدش يقدر ينكر، اولا كان الموضوع ده المفروض يتعمل من سنين طويله قوي، كان المفروض يتعمل مع شيكابالا من سنين، كان المفروض يتعمل مع عمرو زكي من سنين، كان المفروض يتعمل مع ميدو من سنين، كان المفروض يتعمل مع ابو واحد السيد من سنين، كان المفروض يتعمل مع طارق حامد، كان المفروض يتعامل مع نجوم كتير في الزمالك، مصطفى محمد ده قبل ما يمشي كان المفروض يتعامل. علاء 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 لو سمحت خلينا في موضوع ساسي. حضرتك كملت فكرتك ولا لسه؟ انا بقول لك التوقيت خطا، لكن الموضوع طيب. ده بيتعمل في العالم كله. طيب ممكن اقول لحضرتك الفرق ما بين الفرق ما بين التوقيتين ايه؟ اتفضل. عشان انا مش مختلف معاك، انا معاك. الفرق ما بين توقيت انك تبيع لاعب تيشيرت لاعب عندك قبل ما تجدد له، ده اسمه شحاته. التوقيت بيع التيشيرت بعد ما تجدد له اسمه تنميه موارد. الفرق ما بين الاثنين في الماركتينج، وانا اجيب خبير تسويق دلوقتي. الفرق قبل ما توقع، ما يوقع لك اسمك بتشحت وبتهين النادي، بعد ما يوقع لك اسمه فكر بيزنس وتنميه موارد. طب انت تقدر تنكر ان ساسي ده لازال ملك الزمالك؟ يا بيه انا بقول لك خالد الغد يا حبيبي، يا حبيب قلبي، يا حبيبي، يا حبيبي، افرض انا بعت التيشيرت وما جددتلوش. بعد اذنك يا حبيبي. طب. انا متفق معاك، انا بسالك سؤال. بقول لك خالد الغندور بيقول عشان نجد... انا ما بغاليش علاقه يا استاذ يا عمي. انا بقول لك يا بيه قناه، انا رد على خالد الغندور، يا بيه انا ما ردش على خالد ابدا. يا استاذ علاء، قناه الزمالك الرسميه، بلاش خالد، قناه الزمالك الرسميه اعلنت ان يا جماعه عايزين نبيع التيشيرت عشان نجدد. القناه الرسميه رد حضرتك، القناه الرسميه. أنا حضرتك انا 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 بقول لحضرتك انا برد على فكره الاداره في مساله تسويق التيشيرت، لكن انا مع احترامي انا قناه الزمالك دي عندها عبث كبير جدا في كل حاجه، وانا مش هتكلم عليها، انا بتكلم على الاداره. يا حبيبي القناه الرسميه، يا بيه القناه الرسميه طلعت دلوقتي، مش عاجب سيره خالد. القناه الرسميه طلعت دلوقتي قالت عن بيع التيشيرت بالتوقيع ب 2000 جنيه ومن غير التوقيع ب 100 او 200 عشان نجدد لساسي. يا بيه العالم كله هينقل عن القناه. الدكتور حسين السمري صديقي العزيز نزل له تصريح من ساعتين بيقول فكرة بيع تيشيرت ساسي للتجديد ليه، خلي بالك للتجديد، فكرة رائعة أتمنى تنفيذها. طب ماشي تمام، أنا ممكن أعلق على كلام الدكتور حسين السمري. علق على الدكتور حسين، والقناة الرسمية مش معترف بيها، أنت حر. ده القناة الرسمية يا علاء، أيا كان من اللي بيتكلم فيها. يا أستاذ عبد الناصر، يا أستاذ عبد الناصر، لما قناه نادي الزمالك اللي شغالين فيها بتوقفوا، انا هعلق عليها وليه؟
يا علاء مش النادي اللي انت بتحبه لما مش النادي اللي انا بحبه ومش عارفين يديروا قناه انا اعمل لهم ايه؟ علاء ينفع العالم كله بكره يقول لك يا استاذ عبد الناصر دي ملك اعلام المصريين مش ملك نادي الزمالك خلاص وما تخليش تخبط فيه اكتر من كده. طب اتفضل رد على الدكتور حسين السمري عضو المكتب التنفيذي. حسين السمري ده راجل استاذ جامعي وحبيبي قيمه وقامه وراجل محترم وانا ارد على كلامه. انا مؤيد معاه الفكره ولكن انا مختلف في التوقيت. انا مختلف في التوقيت ان كان ممكن الكلام ده يتم من بدري او يتم بعد تجديد عقد اللاعب. ومن غير الفكره الفكره مش بدعه هي معموله في العالم كله. ومن غير ما نقول بنبيع التيشيرت عشان نجدد لو سمحت. هو بقى ده تصريحه يعني مفيش اي مشكله سواء هو او غيره يا بيه سواء هو او غيره نقول نقول يا جماعه يا استاذ عبد الله يا عم يا عم تعالى اتكلم بس بالراحه 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 يا حبيبي لحظه بس لحظه بس لحظه لحظه نيجي نقول كان الافضل نقول يا جماعه النادي عمل فكره ستوري وهنتعاقد مع شركه تسويق لتسويق التيشيرتات على كان خاطر ده يبقى يدخل لنا ملايين في المستقبل زي ما بيعمل بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونه وبلاش الاهلي يا عم اللي تعب الناس. لا مش احنا بنتكلم احنا مش عايزين ندخل الاهلي عشان الاهلي مش طرف في الموضوع. جمهور الاهلي يزعل مننا يقول لك انتوا بتجيبوا سيرتنا ليه يا عم. انا بتكلم انا ما جبت سيره الاهلي بمكروه ولا سيره الزمالك بمكروه. انا بقول لك فكره رائعه ولكن ليها اليه للتنفيذ يا استاذ علاء. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ عبد الناصر. اتفضل. عايز اسال حضرتك سؤال. انت طرحت فكره كريستيانو صح؟ اه. طب تفتكر اليوفي عمل كده ليه بعد ما وقع معاه؟ مش عشان ينمي موارده؟ طب ما عشان يعوض الفلوس اللي دفعها فيه؟ طبعا. واقول لك على فكره اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه بص بص يا اقول لك كل الموضوع بيدور في حلقه تنميه الموارد. اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه ان اتعمل جلسه لان محمد صلاح وكريستيانو وميسي بيتعمل لهم جلسه بعد التوقيع للقاء الجماهير. الجلسه دي بيخشوا بتذاكر بمبلغ وقدره. طب اقول لك على فكره انا لما كنت بغطي السوبر الاسباني في السعوديه السنه اللي فاتت تعرف كان نادي ريال مدريد عامل ايه علاء؟ لا ما اعرفش. كان هنا علاء وترنم ما يا بيه لحظه عارف نادي ريال مدريد كان عامل ايه؟ كان عامل كان حاجز قاعه تسع ل 2000 شخص ما كانش فيه كورونا وعامل يوم في البطوله اللي بتذاكره منفصلة اسمه يوم لقاء اللاعبين والتوقيع على التيشيرتات وتذاكره بتتباع منفصلة بدل ما انت تتزلع كان تقابل النجم عامل لك يوم بتذكرة تيجي تدفع التيكت وتقطع التذكرة وتخش القاعة ويجيب لك النجوم الستار يوقعوا لك بكل احترام وتقدير لانك دافع فلوس. الهدف من ده ايه؟ تنمية الموارد صح ولا مش صح؟ الهدف كله تنمية الموارد. ممكن يكون التوقيت أخطأ مسؤول الزمالك في التوقيت لكن الهدف هو تنمية الموارد والعالم كله بيعمل كده وانت ديك حكيت واقعة لأغنى نادي في العالم ريال مدريد اغنى نادي في العالم. يا بيه انا عامه انا مش ضد تنميه الموارد. انا بقول لك الفرق ما بين التوقيتين ان قبل التوقيع انت بتشحت بعد التوقيع انت بتنمي موارد. لا انا متحفظ على كلمه يشحت. لا لا وانا هقولها لك بتشحت. لا انا متحفظ عليها بعد اذنك يعني ماشي.